المتوسط وكذلك داخل من ذخيرة أو 17 خرطوشة، ولذلك وسماها جماعة من القصص. لست أدري لماذا لم يسميها مضمومة قصصية أو مجموعة قصصية، لذلك نحن نكون في حضرة 17 شخصية قصصية أي جماعة من القصص. وسعيد شقيري الفنان التشكيلي في مجموعته القصصية يقارب الواقع المغربي وينزل إلى قاع المجتمع المغربي بكل تلاوينه بكل تناقضاته وبكل الأسئلة الممكنة في هذا الواقع وكل الشخصيات التي تحتويها هذه الجماعة من القصص. هي شخصيات من صلب هذا الواقع، شخصيات متوترة، شخصيات قلقة، شخصيات متسائلة. فهذه الجماعة من القصص هي جماعة يقربنا من خلالها القاص سعيد شقيري ببصمته الخاصة وأسلوبه الخاص من واقعنا المغربي. بشير جيراني على النقلية الجميلة والمتسائلة، وكما تفضل سيد بشير بمجموعة من الأسئلة الأستاذ سعيد، إذا لك الكلمة لتجيب على هذه الأسئلة، فأنت حر وحر في الشرق. سيادات الداخل واحد التمرد راه من اشكال راه كذا ولا قضيه الجنس ماشي الجنس يعني كنلقى مثلا في القضيه ديال كمال حوار هذا رسائل طبيعه الحال مقريه بالنسبه لكم ما بين كويتزي وبول اوستر. كيتكلم كويتزي على ان الضربه اللي لمسها الفيدرال النظام بالنسبه له هذيك القمه للكمال البشري، كيشوفوا هنا واحد اخر كاتب كبير بزاف وكيتشوفوا في لقطه سينمائيه او حركه غير متوقعه في اللحظه اللي كاين في القنوات ولا في اليوتيوب ولا في الحوار ما بين الناس. مثلا احنا الحوار بيناتنا شويه في حول الابداع وديك شيء بحال الا كيصبح راهي هذه المدرسه وراهي هذه وما كيبقاش فيه واحد الطابع على ان الناس جاو كاين طالب كاين اللي تلميذ كاين اللي استاذ كاين اللي متخصص كاين اللي شاد الحبل ديالو جا كاين اللي كاميرا كاين اللي كذا كاين اللي كذا والناس كيعجبهم الادب وصافي وجاو يتردوا في الادب غنبقاو هنايا المنظورات السته وقلبوا التجنيس واش عندك حمايه نظري ما عندكش شي واحد غنبدو ما عندكش حمايه نظري غنشبر ولا غتخرج اولا غنعتقلوك ولا غنعملو لك ولا كاع عنده واحد المجال ديال النقاش بحال مثلا كيفاش غنوقف انا هذه رعشه كتجيني رعشه بطبيعه الحال سالي كيتكلم مثلا ماركيز كيميز ما بين القصه والروايه. ماركيز كيقول القصه اما كتجيني بضربه ولا ما كتجيش، بصح ملي كتجي اما كتكون في حال القلم المصفوف او في حال قصه حب كتنجح او ما كتنجحش. بالنسبه لي هو الروايه بحال الزواج، واحد التدبير طويل فيها طايحه ووقفه وتعوض وما تعوضش، القصه شي حاجه اخرى. بصح ملي كنقرا بهذه الطريقه هذه كنقول بان الناس نهار اللي كيحبوا الادب للناس كيقربوهم كيعملوا كاين واحد الجانب في هذه الكتابه تقديم مطلوب اشاره القراءه ضمنيا يعني ماشي هكا قاري وصافي كاين تمرد وفي نفس الان كاين قصص كلاسيكيه بالمعنى المدرسي المعايير المستخلصه والاستخلاص النقد من الكتابه الكلاسيكيه كامله موجوده ولكن في وسطها كاين واحد الميل للغه الشعريه غريب عنده علاقه بالتشكيل عنده علاقه بالموسيقى عنده علاقه بشي حاجه ولكن اللي مؤكد هو ان شخص بحال هذا ولا انا كنقتصم معاه عندنا في المختبر ولا فكره بالكتابه مرتبطه بالخوف ويمكن يكون فوبيا بالتشابه. القاتل للفن كامل هو التشابه، هو تجي كلمه ولا موضه ودهيمن وتسيطر وصافي وتكون انت جزء من واحد. هذه بديت انا ديك الهضره بصوره
ان المفروض الانسان هو استثناء، واحد القاعده غير موجوده فعليا ما نعرف. ممكن انا نتعامل مع ديك العوام ببساطه، جماعه كاين عائق يسمح لنا نفهموا بان المقصود هنايا ماشي الجماعه الوراء ولا الجماعه استعاره وصافي. يمكن تلاقى مداخل في النص مع اشياء تقول بان هذه مجرد استعاره. انا ما دام السؤال تطرح ونجاوب على هذيك تاتينا قدامك السؤال، ولكن ما قدامش السؤال في ريح ومئذنة في تعريض السؤال ديالك. وامرأة غانمة يصير العالم والحياة والكون معرضا في مسرح الريح والحر والغبار، تستولي العين على السرد ويتحول الأخير إلى رسم ونحت وتشكيل، يراودني الإحساس طبعا حركة دراك قارئ بأنك وقفت على مسافات من هذه القصة بالمعنى الحرفي للوقوف، كما تقف أمام لوحاتك أدهشني اختزال الناس إلى عيونهم. عادة يصعب الحديث على شيء مع ناس ربما ما عرفوش، ما طلعش ما قالوش عليه، وانا هنا في هذه القاعه يعني لا اعرف يعني طب مدى اطلاع بعض منكم على العمل شوارع، لذلك ساكتفي او ساعمل على الدخول رأسا من بوابة السؤال الذي طرحه الصديق يونس. قال لو سألت قارئك الداخلي عن شعور الله كيف يسير اليوم على رجاء الذي صراحة كما جاء في كلمة الصديق عبيد أن الإصدار الأول فعلا انه اصدار اول، ولكن اصدار اول لنصوص تشكلت عبر سنوات مديده جدا تكاد تكون في عمري، تشكلت فيها هذه النصوص جمله جمله، سطرا سطرا، صوره صوره، حدثا حدثا. لذلك عز علي ان اقبض على هذا فيا كمجتمع من الناس، لذلك احتراما لها في نفسي لم أشاء إلا أن أعطيها هذه الصفة، يعني جماعة، هي جماعة من القصص. لا أعرف بعد ذلك لما خرجت في الجديد وأصبحت نصا قائما بذاته يعني مفتوحا على القراءات وعلى الأذواق وعلى الأحكام وعلى النقودات إلى أمكان إلى آخره، كيف أقف أنا الآن أمام هذه الأعمال أمام هذه الشوارع؟ ربما بعد سنتين من إطلاق الصراح أجد نفسي الآن وكأنني شخص غريب أمام هذه النصوص. مداخلي إليها ربما هي يعني لا تعدو أن تكون مداخل أي قارئ إلى أي عمل يتحقق له فيه إعجاب بشيء ما أو لا يتحقق. فصراحة كثير من المرات أعجز عن إتمام نصي بالقراءة الآن، وكثير من المرات كذلك أقف أمام جملة، أمام حدث، أمام تعبير ودقيق الآفة لتعمل سلاق القرآن الأخرج صوتيت. الناس كتفتش على الاسم، أي شيء كتشبرو خصنا نعطيوها اسم، الاسم خص الاسم، ضرورة الاسم، شيء بلا اسم كيدار. هاد الأعمال لي صوتيت في الغالب ديالها شنو تقول هذيك الأعمال اللي كيصور اللي كيهضر، أقول شنو سميتو؟ إذا في هذا المطاف أن الاسم ضروري، العنوان ضروري، السياق اللي جاء في هذا العنوان شوارع الله كان هناك اقتراح عند الصديق يونس عنوان آخر وارد في نفس المجموعة التي هو عنوان واحد القصة، وخدينا في لحظة الأخرى خدينا، وكانت القصة الأخرى شوارع الله هذه الكتابة
كانت هذه القصه كانت كتابه وفي لحظه ما والبطل زعما الشخصيه ديال القصه تائه حصل في واحد المدينه ما عنده تفرق خصو يرجع للمدينه ديالو كيمشي ينعس بارك في المدينه في واحد المروحه الحي وفي الصباح كيجي كيمشي للمحطه يشوف على الله اللي تلاقى فيها شي واحد كيعرفو او كيعرفو يساعدو في الوصول للمدينه يعني انه في النهار كيدوز نهار كامل في التسكع بين المحطه و هو شبابين بين المحطة وشبابين وكينا في الناس اللحظة اللي وردت فيها هذه الجملة هذه في السياق للمحاكمة في الحين جاتني أنا بكل عيال عمر ديك الناس ديك القصة وفي الحين وفي ديك الليلة جاو عندي الإخوان والمسؤولين وعملت ديك العنوان وعملت العنوان ديك الجملة لا خلفية السلف مغربي ولا السلف فكري ولا هذا الشيء ممكن تجدلوا فيه في مستويات أخرى أما هذه مثلا خلق لك واحد المولود وشنو السبب النظري ديالك باش سميتيه إلياس هو غينحت هو غينحت الشخص اللي ديالو اللي غادي يبان شكي يعني هذا الاسم هذا الكاتب كان كيبحث على الجمال وما زلت تبحث على الجمال السؤال للسي سعيد اين ستتجد المشاكل قدام المحطه الطرقيه القديمه تكون الشتا والبرد داك الشيء في العز ديال هذا هو القبط بارتي ديال كلشي وهذا شفت واحد البرطوط واحد العماره واحد جوج اطفال صغار واحد زايد على الاخر ولكن جوج فيهم اطفال صغار بس على الكارتون ومدبرهم وكيشوفوا السوسيون كيعطيه يشوف واحد يجوع على حنان كيقدم له هذا الحنان هذا كيعطيه يشوف ومدبرهم هاد الصوره ما غاديش تفرق يعني الشاشه العاديه نهائي وحاولت اني راه انني كتبت في بيبرك 2000 لم تستقر حتى جات واحد اللحظه في 2008 ونضفت عليها واحد المعلومه قالت عرضا في 70 ولا هو شي واحد ما كيعرفش باللي ان دابا في القرن 21 ما كيعرفش باللي اي واحد ممكن يكون عنده التصويره ديالو بالنسبه لي ان التصور وما شي ناس التصور الناس اللي في التصور ما كاينينش الناس اللي كاينين ما عندهمش التصور ديالو هذه شو قالت تصورت ان رجعت لديك الطفل هو ما كيعرفش ان اي واحد يكون عنده صوره بدات العمليه ديالي واحد الحاجه اللي عشت معايا 3 سنين او 9 سنين في انشغال وفي حفر كتب العملية دابا لو أن أنا كنعرف كنعرف مثلا شفت أخ قلبي وبدا نكتب كوني دابا أنا شفت كوني مثلا نشفر ونخرج من هذوك العام وخرج من الأسبوع ما هي غا شنو نذكر ولكن لا مشددة العملية هنايا بصح واش نقدر أنني ننقل أنا مع الأخ بصح وإن يكن مزيانة بدد جهودنا ويحبطني يعجبني أن تنقل لي انطباع ديالك تقول لي ما قلتي أنت حاجة صحيحة أو لا تقول لي هذه أجبتني فهذه ما أجبتني عادي حنا كنكتبو القرار ولكن أنا أول قرار أنا أول قرار وجدية كاين نصوص هنايا اللي بقات من مجرد سنين ماشي كتبتها وكتبت لها فقط وياخد تبر كاع ماشي إذا كانوا الناس بصح كيقول لك أنني كنت القرار أنا بصح جنوب وعندي نصوص أخرى بحال اللي كاع ما خرجاش ولا اللي خرج وهذه كانت طلب الناشر زعما كيفاش كنلقات القصص هذه هو مئذنة أنا عشت في وطن الحاج جيت من إسبانيا العز ديال الصيف كنت طوال جيت الشوطان وداك الشيء وهذا وما بغيتش نجلس في تبوان ما عندي لا اكتئاب ما عندي حتى حاجه خيار راسي صديق ديالي طبيب دكتور في وطاط الحاج مشيت عندو بلا سمع شهر وانا في وطاط الحاج في العز ديال الصحراء والدبانه بالكلامش
عشت أجواء تشوف المفارقة هذه ما عشتها سبق لنا شوفناها ولكن من أخوة دخل مدينة سلطات الحاج فرحلوا به فين يا تسعى هذه الأشياء تسعى الأغراض والريح وفوسط السماء فين السماء حمراء السماء حمراء والقارون بزوقة في حاجة قاعدة أفرح بصة فحل القاعدة قصر الثور والفضائيات ديكشي العربية قلت له وكتطلب بعد ذلك يجيب لك كتطلب بعد ذلك يجيب لك بعد عشرة فيزا تطلب واحدة والقرائد ما بتلجي هذه أشياء يستحيل أنك بدل والعينين كي تشوفوا فيك منك على العين تشوفوا كم بقى وعيش في هذه الحالة السوق من بشيء السوق وراح أسمع بشيء يستفق زعما أشياء عشتها ولكن ما بتكتشف الحين كنت مرة مرة كنلقى الطير وفي واحد الجلسة الناس هكذا كيجي شي واحد حكى فيهم حكى على العلاقة شي واحد كيحكيو عليه مع واحد الفرس مع واحد الجواد مذكر وكان كحل وكيحكي في شي حاجة دابا ملي كنسمع كنسمع شي حفر شي بير شي حاجة ولكن هادشي اللي داز في الدين ديالي إلا برسو ولا كنسمع له ما كنسمع له شي ولا شاب كيفاش شكل واحد الصوره عندي ونوات واحد القصه ماشي نقولوا العقده واحد القصه وبديت كنسجل وقت طلب مني شويه الوقت الى اخره حتى قدرت نستقر نجبر للنهايه المدخل هو ديك الساقه ديك الفضاء اللي مختلف وخارج كل شيء وكيفاش نجبر النهاية؟ أنا في الأعمال التشكيلية ديالي لمدة طويلة بنيتها على دائرة وكنحس فيها هذه الدائرة شي في المعطيات الفلسفية ديالها تهدت عليها تكلمت عليها هي ديالها اللي تكلمت عليها نعم دائرة كاكتمال كحركة فإذا بي حتى في الكتابة مجموعة النصوص كاين واحد الكتابة دائرية كاين كتابة دائرية مثلا قصة عندها شكل دائرة واحدة وكاين دوائر داخل دوائر متنقلة دوائر لولبية إلى آخره هذه المسائل المتعلقة بالصناعة أعتقد في رأيي أنها تكون أجود لما تصبح الصناعة جزء منها ماشي خارجة، ماشي واحد المربع كان رفضه وقدم به لا أنا المربع أنا هو الصنع ماشي نقدم واحد الصنع وإلا كيف أني الاصطناع أقبح حاجة كنكرها في حياتي حتى في حياتي اليومية، حتى في العلاقات الشخصية مع أصدقاء كان كرار افتعال الاصطناع كحاملوش وكتجيني زعما الصفات في المجتمع ديالنا النفاق المبني على الصناعة بيطلع مع الألمانية هذا معك عادي هذه العملية وواحد كتبت واحد ياباني عمل جولة في البلدان العربية سنين طويلة من بين الأشياء اللي وقف عليها هو هذا الخصم هذا محايد عموما اصطياد ذا القصص بهذا الشكل ولكن أنا أشوف الأسلوب شو الأسلوب؟ لك الحمق من اللغة أول ما تعور فيه هو اللغة القرآن بداية ثم الشعر متبيل معري شنفرة شداد تعورنا في هذه اللغات ثم جينا للغات المترجمة الترجمات اللي مزيونة الترجمات اللي أصيلة وعالية إلى أثرت فيها ترحم ولكن بقيت عندي هذا العشق من اللغة في البناء العربي نوقف مع الجملة ونوقف مع البلاغة ونوقف مع الإشارة ونوقف مع البنيان جملة مكونة من جزء الكلمات شحال
تعطي تقديم ولا حتى شي علاش لا تشرح برا اذا يوتوبيا بعد الفجر بقليل بداوا يخرجون من بيوتهم واحد واخر بمن فيهم السيد الذي ساحكيها عنه هنا مع الاعتذار عن عدم تذكر اسمه وبمن فيهم الآنسة نهى أما الأخريات والآخرون فقد خرجوا أيضا بكامل من هم في صفاتهم حتى نتخيلهم أكثر من عدد كيف رفع؟ رفع شو يتسكت الإخوان اللي تتحدثوا إخوان رفع أما الأخريات والآخرون فقد خرجوا أيضا بكامل منهم في صفاتهم حتى نتخالهم أكثر من عدد وكلهم قضوا طوال زهاء ساعة ونصف يسرعون بأقصى ما يعرف كل واحد منهم إلى أن وصلوا في اللحظة الأخيرة من الوقت المناسب إلى إيقاظ المدينة كلها وهو ما يفوق خاطبة وعن بكرة أبيها كان المنظر من حيث ما رأيته أو نظرت إليه جذابا مع أن الأماكن كانت نسبية منها ما يسمح برؤية البحر ومنها ما لا يسمح ومنها ما يسمح برؤية الجبل وأخرى لا تسمح ومع ذلك فالذين كانوا يحملون الموسيقى والألوان والكتابات وغيرها من الألعاب صارت تمكن رؤيتهم في كل مكان إذ لما ذكرت قبل قليل أن المنظر كان جذاباً كنت أعني الروح المحتفلة المعدية المتقنة التي طالت حتى النبات والحيوانات التي رافقت أصحابها والتي منها أنواع الحيوانات المحبوبة بسبب ميلها الغريزي إلى الفرح وتحمل العناء وأنواع أخرى محبوبة لطيشها أساساً ولربما لم يستغرق ذلك المنظر أكثر من بضع دقائق هناك من يقول أقل وهناك من يقول أقل منها ذلك إلا أنهم في نهاية تلك الدقائق كانوا كما هم بالجمع والمفرد قد استكملوا احتفالهم اللائق بجلال طلوع الشمس العظيم وهناك تحديدا كانت الآنسة نهى بمناسبة ما هو منتظر أو مفترض ومأمون قد تعرفت على ذلك السيد الذي لم نكن نعرف اسمه شكراً